توني واصلة سوق السعيدة المركزي، وتجهيزاتكم حق رمضان ومسوين عروض وخصومات تينن. إن شاء الله بعد صلاة المغرب الافتتاح. مكانهم في أسواق الجرين، راح أسوي لكم تغطية سريعة، تغطية حلوة، الأشياء الحلوة اللي عندهم والترتيب. السلام عليكم. يا هلا فيك. يلا تمر تمر وحركات حق رمضان. الله، دشيت ريحة القهوة تفحفح. شوفوا حق رمضان هذا السوق مسوينه خاص حق رمضان وحق كل أيام السنة. هذه القهوة أنا خذيت منها بصراحة لأن ريحتها أمبي دشت بمخي. على فكرة القهوة هذه هم يسوونها، هم يخلطونها، خاصة فيهم حصرية هني في سوق السعيدة. على فكرة القهوة هذه هم يسوونها، هم يخلطونها، خاصة فيهم حصرية هني في سوق السعيدة. على فكرة القهوة هذه هم يسوونها، هم يخلطونها، خاصة فيهم حصرية هني في سوق السعيدة. على فكرة القهوة هذه هم يسوونها، هم يخلطونها، خاصة فيهم حصرية هني في سوق السعيدة. على فكرة القهوة هذه هم يسوونها، هم يخلطونها، خاصة فيهم حصرية هني في سوق السعيدة. على فكرة ودي انام داخل امبيري حتى تجنن. هني كل بهارات اللي تبونها، كل الاشياء موجوده هني عندهم. هني كل بهارات. يلا يلا ان شاء الله بعد المغرب حياكم الله. شوفوا هني القهوه مالتهم، هني على كيفكم يخلطونها، تبون تزيدون شيء، تبون الجاهزه، تبون اشياء معينه، هني المطحنه مالتهم. واي الريحة واي. ها هديل أمبي هديل ينت على الريحة. حق اللي يحبون القهوة اليمنية، هذه قهوة يمنية خضراء. ابي ادخل بوريكم شلون يحمصون القهوة عندهم بالسوق. تخيلوا قدامكم يسوونها. ابي ادخل بوريكم شلون يحمصون القهوة عندهم بالسوق. تخيلوا قدامكم يسوونها. وايد 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 حبيته، مرتب صغير واي. هذا سوالف حق الريوق، بقسم بالش اسمه بالسمسم. وايد وايد في عندهم شغلات تينن. شوفوا في عندهم شغلات تينن. شوفوا متوي في ديت البحرين وهلها والله. متوي في ديت البحرين وهلها والله. فوز أنا آسفة، كل ما تينا أحط لك حب في فلفل، هذا حب شمسي في فلفل. الحين باخذ لك العادي المدخن العادي. أعطوني منه واللي عافيكم. قهوة يقولوا لي الأول والأخير، أموت عليه. أمبي قهوة يقولوا لي إيش فيك قاعد تاخذين من الأكياس عندنا هني؟ زبيب اليمني. هذا الزبيب اليمني. قهوة يقولوا لي ايش فيك قاعد تاخذين من الاكياس عندنا هني؟ زبيب اليمني. هذا الزبيب اليمني. قهوة يقولوا لي ايش فيك قاعد تاخذين من الاكياس عندنا هني؟ زبيب اليمني. هذا الزبيب اليمني. مرحبا يعطيك العافية. اهم شيء ما في فلفل ها؟ لا في فلفل.
مرحبا، يعطيك العافية. أهم شيء ما في فلفل، ها؟ مرحبا، يعطيك العافية. والله والنعم فيكم. هذا كله يعني أنتوا تحمصونه تسوونه كله تخلطون، قصدي طلب خاص للسوق. كل شيء مو هني خاص هم يسوونه. الله يعطيكم العافية. خلود يند على المكسرات. هذا قوي صح؟ كله حبيبتي، هذا مو صدق. تقولي في فلفل، اقول لها ما فلفل من كثر ما هو حلو. عندهم كل انواع الشاي المعروف، بس عندهم نوع مميز اللي هو شاي الكبوس. شنو ميزته هذا؟ شنو فيه يعني غير عن الباقي؟ هذا شاي يمني وعاملين على عرض المتابعين الدكتورة خلود. شاي يمني اسمه شاي الكبوس، الحين مسوين عليه عرض. شاي الكبوس كان بدينار، الحين صار 750. وهذا بعد شاي كان بدينار ونص، صار ب 950 فلس. هذا كله منتجات يمنية. يمدح التونة، التونة الريان والغويزي ما في مثلهم بالسوق. والله صدق راح اخذ اجرب. جرب راح تدعي لي. تمام. صعدنا الحين الدور الثاني فوق، عندهم قسم كبير كله حق البهارات والحبوب. ابي قسم وايد كبير، وايد 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 وايد. ايش كبره ما شاء الله، ايش كبره ايش كبره ايش كبره. طه ايش كثير مرتب. يلا حياك، حتى عدس فيه. انا ابي عدس، عدس حق خلود صغيره وايد زين. هذا البرتقال اللي انا اخذه. واي باخذ هذا بعد. هذا نسوي فيه بوب كورن حق لولو، وهم العدس وايد تحبه. هذا نسوي فيه بوب كورن حق لولو، وهم العدس وايد تحبه. هذا نسوي فيه بوب كورن حق لولو، وهم العدس وايد تحبه. هذا نسوي فيه بوب. شو هيدا يا هديل؟ برغل التبولة هيدا. يكبر قلبي ولا. هديل. تاخذين هذا. هديل. ايش عندك مطقمه مع الفلفل؟ بتضغطيني ضغطتك حبيبتي. هديل. تاخذين هذا. هديل. ايش عندك مطقمه مع الفلفل؟ بتضغطيني ضغطتك حبيبتي. هديل. هديل. ايش عندك مطقمه مع الفلفل؟ اشوى ما في شيء ازرق، ها؟ ما في شيء ازرق، ما تدور لا تدورين. هذولي 20 كوبون حق أول 20 شخص يهني سوق السعيدة. في كوبونات بعشر دنانير، في كوبونات بعشرين دينار. عليكم 60,000 عافية. هذه كانت بأربع دنانير، الحين عندهم ثلاث دنانير. وهذه شنو عرضها؟ قهوة السعيدة. قهوة السعيدة. دينار ونص. دينار ونص قيمتها، دينار ونص. طبعا ريحة القهوة تجنن. هني عندهم قسم التمور.
جميع أنواع التمور عندهم.